جيت اليوم على جامعة القدس عشان أعرف مشروع الهسبل اللي هو معمول خصيصا للأكاديمية الموجودين في الجامعات الفلسطينية. في عنا 11 جامعة فلسطينية وعنا حوالي 30 جامعة بريطانية مشتركين بهذا المشروع لمشروع البي اتش دي والماجستير. الطالب لازم يكون أكاديمي لما يقدم على المنحة أو بده يتخرج من الجامعة والجامعة معنية فيه إنه يقدم على هذا المشروع. مدة الماجستير هي 9 شهور والبي اتش دي من 3 إلى 4 سنوات. البريتش كونسل دورها إنه تفندريز للليفينج ألاونسز والجامعات البريطانية هي اللي عمالها بتعمل ويفينج للفيز، يعني بتعطي الطالب منحة عن الفيز تبعت الجامعة. كنت اليوم موجود عشان أحكي عن امتحان الآيلتس، امتحان دولي لقياس اللغة الإنجليزية المتطلب للدراسة في كافة الجامعات في بريطانيا وللمنح من ضمنهم منحة الهسبل. امتحان الآيلتس بقيس المهارات اللغة الإنجليزية reading, writing, listening, speaking، المهارات الأربعة، وهو متطلب لكافة التخصصات ولكافة المنح. ندعو الطلاب انهم يحضروا حالهم لمنحه الهسبل انهم يتقدموا لامتحان الايلتس. حبيت اتعرف شو المنحه اللي بتقدمها، شو هي شروط الايلتس، كيف بتقدم، وعساس اكمل ماستر برا وارجع هون ادرس. للتواصل مع معلومات اكثر عن الهسبل مع مكتب العلاقات الاكاديميه الدوليه اسماء بدر.